السلام عليكم الورد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي صبحتوا؟ كل شيء مزيان؟ المهمات، الوليدات، البنيات، كل شيء بخير الحمد لله. اللهم لك الحمد. الله يرحمنا برحمته، الله يعطينا الشتاء، الله ينزل الرحمه على عباده، الله يرفع علينا هذا الوباء، الله يشافي كل مريض، الله يرزق كل واحد يا ربي، الله يرزقنا ويرزق جميع المسلمين. الله يجعل سيدي ربي يدير لنا تاويل تاع الخير ديال هاد الوباء وديال هاد الزكام اللي جا صعيب، كلشي الناس طايحه بيه، حمدنا الله وشكرناه. المهم كنتمناكم تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو درتو لكم اليوم، ماشي طياب ماشي بلوك. شريت البارح واحد الفليفلات كما كتعرفوا، هاد الحارين راه تيبيعوهم غاليين والله القسم، الا نسيبي كان تيشريهم 50 درهم الكيلو. هادو بنتي كيعجبها الحار بزاف، وهادو تيجيبهم كيقولوا ديال السنغال، لقيناهم البارح في حدا الغابه اللي مشينا ب 360. وصلت العشيه وقال لي، كيحلف لي مولاه، قال لي كنبيعهم ب 40 درهم الكيلو، قال لي العشيه هذه بغينا نمشيو. دابا تشوفوا الفيديو، واحد البلاصه راه قريبه للغابه ولكن ما عمرنا عرفناها، توراتها لي بنت لوسي، بقات مصدعاني، بغينا الراي بغينا الراي، بقينا ندورو نقلبو على الراي. بصراحه الليل مشينا شربنا اتاي ومسمن، ما كلينا لا راي لا والو، لقينا سال. المهم اليوم بغيت نشارك معاكم هاد الفليفلات، نشارك معاكم الحامض كيفاش رقدو. راكم شفتو الفيديو اللي درت ديال سميتو الغدا ديال نهار السبت، راه لا غادي تلاح اليوم. وريتكم الحامض اللي ترقد داك العام، يلاه جبدتو. دابا غندير هذا ان شاء الله، الا بقى العمر وبقينا حيين غادي نبقى العام الجاي، حيت هذيك القريعه تبارك الله راه تكفي وتوفي. المهم كتشدوا هاد الفليفله هكا، كتقبوها غير شويه هكا، ثلاثه ديال الطقيبات، وكديروها انتم شويه الملح، راني درت شويه الملح والزيت، الزيت البلديه، وكتقادوا بحال هكا، تقادوا هادو هكا، تعاودي تقبي هذه ثلاثه المرات، وكتعاودي تخشيها هكا، تبتيها مزيان باش ما مت... ولكن راه تشوي بنياتي، والله راه كتشوي، بغيت تشوي العديان وتشوي دوك اللي ما يشاهدوش بالنبي، اللي ما يقولوش شهادوا لا اله الا الله، شهادوا ان محمد رسول الله. المهم كتبقاو متبعين هكا، انا راه بديت القرعه باش ما نطولش عليكم الفيديو، وسمحوا لي يا بنياتي راه الصوت راني باقا مبحش، الحمد لله ما مريضاش بحال ديك المرضى اللي مرت، ولكن على الصوت، الصوت مشى ليا. شريت هذيك الرشاشه اللي وريتكم، شريت هذاك السيرو زوين، راني وريته ليكم في اللايف، اللي ضاربو البرد يشري هذاك السيرو، واخا غالي راه زوين، اللي عندو الكحبه ناشفه بحالي انا دائما سبحان الله العظيم الكحبه كتجي ناشفه. المهم انا درت هكا دابا هادو، وملي تبدا تنزل مره مره نزلوها بشي، ما ديروش يديكم، ديروا شي عود، ماشي عود، هذيك المغرفه ديال العود قلت لكم. صافي دابا راه دايره معلقه ديال الملح الوسط، غنديروا ثاني هاد المعلقه هكا، وغادي نخوي هاد الزيت حتى تعمر، راه فيها الزيت ها، غادي غير نزيد. والقرايعه راه معقمه، هذا راه كنصاوب الكوفيتير وكنديروا فيهم، كنصاوب الكوفيتير ديال التفاح، ديال كل موسم الا خرجت شي حاجه كنصايب، ديال الفريز، ديال الكرموس، ديال الصفرجل، كلشي تنصاوبو. دابا نشارك معاكم هاد المرة، بسم الله. صافي كتعمر القرعة بحال هكا، راه معقمة، كنديرو هكا، نزيد شوية الملح من الفوق، كتجي زوينة، أحسن من داك الحار كتشريو من الزنقة، ما اللي كياكلو الحار، الحار راه مزيان وخايب، مزيان كيقتل الميكروب ديال المصارم، ولكن راه صعيب للمصران والمعدة،
اللي عندهم حالي انا دابا ما نقدرش ناكل. صافي هكا وكديريها في البلاكار. شتي الملحه راه كديريها في البلاكار مظلم. مره مره ديري لها هكا تذوب ديك الملحه. ودابا ان شاء الله الحامض راه كنديرو في القريعات بحال هادو، ولكن ما عنديش غنديرو دابا في هاد السطل هذا، باقي ليا تنديرو في شي هذا، نديرو في شي قريعه اخرى صغيره. بسم الله الحامض البلدي ها هو راه مغسول. تحيدوا لي هذيك النباته تخليه في الماء واحد نص ساعه حتى يحيدوا هذوك. الله الا هادو حكيتهم لي بالحال في السلك حرشه. صافي وكنديروا ليه هكا. بغيتوا ديروه هكا، انا غنوريكم جوج طرق. بغيتوا ديروه هكا ديروه بحال الوريده هكا ماشي مشكل، ولكن انا كندير ليه هكا. هانتوما دابا هذه غنقسمها من هنا، هاهي تقسمت من هنا، غدوروها وغتقسموها من هنا. تقسم الحامضة من هنا وتعاودو تقلبوها وديروها من هنا. وهادي كدار هكا كتجي بحال الوريضة. كتاخدو المليحة، تاخدو الملحة وديرو هكا. تقسمو الحامضة وديرو الملحة هكا. كاين الحامض اللي كتديروه تعمروا عليه الماء صافي وكتسدوه، ولكن الا بقى طالع الفوق طقلوه بشي حاجه بحال دابا ديروا شي طريف ديال الثوم وتحطوا عليه واحد كما كنقولوا حنا المسن، حجره تكون نار طبق. شتي انت دابا انا درت من هنا ها هي وكتقلبي الحامضه عاود من هنا. كديري الماء، اما كديري الحامض كيقولوا لي هذاك حامض مصير، ما كديري لا ما لا والو، كديري غير سميتو الحامض كتعمريه بالماء، ولكن القراعي ديال الدجاج وكتبقاي دك كدكي دكي بيدك حتى داك الحامض كيطلق داك الماء ديالو. من بعد كيتعسل، من بعد كيتعسل داك الحامض. راه وريته ليكم، راه هو اللي كنت مرقده. هذا دابا غادي ندير عليه الماء، غندير شكل اخر. شتي ديروا معلقه من هنا ومعلقه من هنا وتصطفوه بحال هكا في السطل. انا اول مره غنديروا في هذا السطل هكا، كتمشيو هكا. دابا انا هاد الوريضه عمرني ما درتها، غنديرها معاكم دابا. الحامض راه رخيص دابا، هذا على مزيناته راه شتو غير بستة دراهم. ترقدو احسن ما تشريو داكشي كلشي، داكشي ديال الزنقه كيديروا فيه الصوب كلشي. قلت واحد مول الزيتون كنعرفو كيعلى الزيتون ديال الزنقه ما كيجيش بحال الزيتون ديال الدار الشكل ديالو. قال لي كيديروا فيه الصودا باش كيطيب دغيا وكيوجد دغيا على ديك الخضره اللي كنشريو. انا الخضره كلشي كنرقدو، الخيار خيزو الشيفلور البسباس كلشي كنرقدو. كيبغيو بناتي هذيك الخضره كيقولوا المصريين، تحيه ليهم المصريين. هاد النباته ما تخليوهاش هذه، كيقول لك المخلل. كنصاوبو الراس يعني سيمانه ما غير طيبوا الماء وتخليوه تيبرد، تقطعوا ديك الخضيره وكديروا واحد الوريقه ديال سيدنا موسى، واحد شويه ديال شي 10 حبات هكاك ديال البزار، وحبيبات ديال القزبر الحبوب، وفليفلات حارين بحال هادو تقبوهم. انت شتي كتقادوهم بحالكم هاك، كتقادو هادي وكتبقاو غاديين على هاد الطريقه بين ما فهم الوريدات ديالي. هانتوما انا كملت دابا هاد السطل، دابا غادي نخوي عليه الماء. شتي دابا ملي كنخويو عليه الماء كيطلع الفوق. دابا غادي نقلب على واحد
طرف ديال الثوب، طرف ديال الثوب يكون بحال ديال حياتي نقي، وغادي نديرو عليه وغنحط عليه واحد الحجيرات من الفوق باش يتقلوه، وغادي نخوي عليه واحد شويه ديال الزيت البلديه. غادي نلوح معاه واحد الوريقه ديال سيدنا موسى. صافي غادي نسد عليه دابا، تندبر على الطريف ديال الثوب يكون ديال ماشي هكا، يكون ديال بحال ديال لي زور، بحال ديال الزيوفه اللي كنديرو ديال حياتي. كديري عليه بحال هكا باش ما كيديرش واحد الجلده. هذيك اللي شفتو الفيديو اللي قبل من هذا، راه الحامض اللي جبت لقيتو داير واحد القشره بيضاء، الا درت هذاك راه حيت من داك العام ما حليت عليه، ما جبتوش، زيرته بالسلوفان وخليته تما عام دابا. اللي كيوجد الحامض بحال هكا تيولي، هذا الحامض راه كيوصل حتى ل 20 درهم، دابا انا خديته ب 6 دراهم، علاش ما نشريوش نرقدوه لراسنا. المهم صافي دابا هذا راه غادي نسد عليه، بينما لقيت ليه زويف غنديرو عليه هكا. وانا كنجيب داك الحجر من البحر بحال المسند، كنهرس به الزيتون، نهرس به السكر، بحال كل ما عندكش المطرقه بغيت تدبي شي حاجه. المهم غادي نديرهم عليه وسميتو غادي نديرو في واحد البلاكار عندي الفوق، كندير فيه داكشي التمويل باش ما خصوش، حيت دابا هذا ترونسبارون خاصو باش ما يشوفش داك الاشعه ديال الشمس. وهذه راني غادي نحطها ما نديرها لا في الثلاجه لا والو، غادي نخليها غير تما حدا هذا في الكوزينه، حتى هي غنديرها لتحت باش ما تشوفش اي حاجه، اي حاجه رقدتوها. هاد الزيت البلديه ديروه في القراعي دوك الخضرين باش ما يديرش عليه الشعر، علاش دايرين ليهم دوك القراعات ملونين زيت العود باش داك الشعر ما كيأثر على الزيت. والله يرضي عليكم، وهذا هو الفيديو ديالي، درتو لكم خفيف ظريف، وكنتمنى يكون عجبكم واستفدتوا مني. بارطاجيو ليا دابا الفيديو راكم تفرجتوا فيه، ديروا ليا لايك، واللي دخلوا جداد مرحبا بهم، واللي دخلوا عندي من تيك توك حتى هما مرحبا بهم. امينه بنتي الله يرضي عليك، دخلتي عندي من تيك توك الله يبغي تساعدك، وشكرا لكم كلكم خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، متبعيني ومدعميني، الله يجعل سيدي ربي يكون معاكم. والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.